مساء النور، مرحبا بموقع أخبارنا. بخصوص قضية ما يعرف بحمزة مومبيبي، واللي سبق دانت فيها دنيا بطمة المغنية المغربية الشهيرة، على ما أظن ابتدائيا 8 أشهر حبسا نافذا، وتم رفع العقوبة إلى سنة حبسا نافذا في المرحلة الاستئنافية. وأن السيدة دنيا بطمة سبق لها تقدمت بالطعن بالنقد أمام محكمة النقد، اللي تم الرفض ديالو على ما حسب ما سمعت. دونك العقوبة الحبسية هنا، ما دام أن الحكم أصبح حكما باتا يعني غير قابل لوسائل أو جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، فهنا العقوبة الحبسية اللي هي سنة حبسا نافذا صادرة على محكمة السينا في مراكش أنها أصبحت واجبة التطبيق. وتبقى مسألة مصدرية، يعني إحالة الملف على النيابة العامة من أجل تطبيق أو أمر باعتقال المعنية بالأمر وقضاء العقوبة الحبسية. التهم على حسب ما وصلت، أنا صراحة ما عنديش تدقيق بخصوص التهم، ولكن من خلال ما يشاع ومن خلال ما تم قراءته ما وصلني عبر المواقع الإلكترونية وبعض المقالات الإلكترونية، بأن سبق لها السيدة دنيا بطمة هي وربما الأخت ديالها وعدد آخر من الشركاء، أنهم تم إدانتهم ابتدائيا واستئنافيا وتأكيد الأمر يعني من خلال محكمة النقد، من خلال رفض طعن النقد ديالهم، أنهم تم إدانتهم من أجل الجناح، أو هي بشكل خاص من أجل جناحات المشاركة في الدخول إلى الأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وكذلك إحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. وهذه كلها يعني جناح تتناولها القانون الجنائي وتنص على عقوبة القانون الجنائي المغربي في العديد من النصوص، من خلال الفصول ديال 447 واحد، 747 جوز، 747 ثلاثة، وكذلك 607 في العديد من 607-5، 607-7، 607-9، وهذه كلها عقوبات اللي العقوبة ديالها تتراوح من 2 إلى 5 سنوات، وكذلك من خلال غرامات مالية اللي تقدر توصل حتى 2 مليون درهم مثلا في حالة التقاط يعني صور أو زعما أي صور أو أقوال والتوزيع ديالها من أجل المس بالحياة الخاصة للأشخاص. هنا العقوبة راه تقدر توصل، فهاد العقوبة بالضبط يعني هنايا أن المس بالحياة الخاصة للأشخاص اللي العقوبة ديالها منصوصة عليها في 747 واحد، من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة بين 2000 حتى 20 ألف درهم. وكما قلت أن العقوبة تقدر توصل حتى 5 سنوات، من 2 إلى 5 سنوات في حالة صنع أنظمة معلوماتية من أجل ارتكاب جناح كشاكلات الجناح المتابع من أجلها سيدة بطمة، واللي العقوبة الغرامة أو الغرامة المالية تقدر توصل حتى 2 مليون درهم كذلك. وطبيعة الحال من التهم الثقيلة، يعني أن باش العقوبة الحبسية يعني مجرد ما أتمنى معنى أنك دان في حرية الأشخاص، في حرية الشخص أنه تتم العقوبة عليه أو معاقبته بعقوبة حبسية، فمسألة راه غير نهار واحد داخل أسوار السجن وأنك تحس براسك معتقل وأن الحرية ديالك ناقصة، فهذه راه في حد ذاتها يعني راه عقوبة يعني ما يمكن لك تدين الشخص في حياته وتقيد يعني الحرية ديال التنقل ديالو إلا وأنه ارتكب عقوبة ثقيلة، فما بالك أن هذه العقوبة تتمس بأشخاص آخرين بسبب هاد النظام المعلوماتي أو هاد الجرائم الإلكترونية اللي ارتكبت في هاد الملف هذا. طبيعة الحال دنيا بطمة فهي مواطنة مغربية كباقي المواطنين المغاربة، ارتكبت جريمة معينة تم إدانتها وتثبيتها من خلال قرار استئنافي وتثبيتها من خلال رفض طعنها أمام محكمة النقد اللي هي أعلى درجة من درجة التقاضي، وبالتالي أن الحكم أصبح باتا، وبالتالي لا مناص من تطبيق العقوبة، والمغاربة كلهم سواسية أمام القانون، وما كاينش فيه بين زيد وعمر، وما كاينش فيه بين مغنية وبين سياسي وبين مسؤول وبين رجل أعمال، الكل سواسية. وحنا تنشوفوا القضايا الآن الرائجة أمام المحاكم المغربية، فما تستثنيش فيها الأشخاص لوضعهم كيف ما كان سواء الاعتباري أو الشخصي،
فالكل سواسي امام القانون، والقانون يعلو على الجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.